عمود النبي بركات علينا امين. لك التسبيح ايها المسيح ملك المجد الابدي، ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله. لك التسبيح ايها المسيح ملك المجد الى الابد. بارك يا رب. فصل شريف من بشاره القديس مرقس الانجيلي البشير، بركاته تكون مع جميعنا. امين. امين. في ذلك الزمان اخرج الروح يسوع الى البريه، فاقام في البريه 40 يوما يجربه الشيطان، وكان مع الوحوش، وكانت الملائكة تخدمه. وبعد اعتقال يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يعلن بشارة الله فيقول: حان الوقت واقترب ملكوت الله، فتوبوا وآمنوا بالبشارة. حقا والمجد لإلهنا دائما. إذن أيها الإخوة والأخوات، إحنا في الأسبوع الأول من زمن الصوم المبارك، ده أول حد في 40 يوم بتوع الصيام، والكنيسة بتستقبلنا بهذه الكلمة القصيرة خالص. القديس مرقس بيتكلم بطريقة مختصرة جدا لكن بيقول حاجات كتير قوي، يعني هنستغرب. بيبتدي كده مرقس بيقول، الترجمة هي بالعربي: أخرج الروح يسوع إلى البرية. عارفين لو تشوفوها باليوناني ما هياش أخرج، في ترجمات تانية بتقول دفع الروح بيسوع إلى البرية، لكن لا هي أخرج ولا هي دفع. معنى الكلمة بالضبط كده، هتستغربوا، طردوا بره للبرية. تصور روح القدس، مرقس بيقول كده، روح القدس طرد يسوع بره للبرية. هو كان فين؟ كان لسه متعمد، وبعد العماد مباشرة الروح طردوا للبرية بيقول مرقس. طب ليه بيقول كده؟ ايه الفكرة؟ علشان مرقس شايف انه بيكلمنا احنا من خلال يسوع اللي داخلين على فترة 40 يوم في البرية. فاللي بيتقال على يسوع بيتقال عليك وعليا، فاحنا مش داخلين كده زمن الصيام 40 يوم واحنا فرحتين ومزغطتين، واو هنصوم 40 يوم. اللي قرر يصوم عن السجاير، واللي قرر يصوم عن اللحوم، واللي قرر يصوم عن حاجات تانية، ما اعتقدش هو ده كده مزغطت واو هصوم 40 يوم عن السجاير انا فرحان قوي. لا، مش كده، مش صح. ده لازم الروح القدس يكون زائقنا زقة كبيرة قوي عشان نخش في هذا الواقع، إلا ما حدش عايز يدخل ما يدخل، واللي بيشرب ما يشرب، المشكلة. فلابد من عمل الروح القدس جامد مع كل واحد فينا عشان نخش في هذه الفترة. طيب، ده أول كلمة، الروح طردوا بره في البرية من بعد المعمودية،
والبرية بيقولها مرتين. يسوع إلى البرية، أقام في البرية. ليه بيقولها مرتين البرية؟ الكلمة في العبري مدبار، بمدبار جاية من مي ودبار، دبار الكلمة، في البدء كان الكلمة، فمدبار صحراء البرية هي المكان اللي بيجي منه كلمة الله. يعني يسوع الروح زقوا على هناك، طردوا على المكان اللي فيه بيسمع كلمة الله. وانت كمان وانا كمان بمعموديتنا الرب بيزق بينا في هذا الوقت في البرية. علشان ايه؟ عشان في البرية تسمع كلمة الله وأسمع كلمة الله اللي فيها عايز يملاني، عايز يحضرني لمدة كام؟ بيقول أقام فيها في البرية 40 يوما. 40 ليه؟ 40 عشان الشعب الإسرائيلي قعد 40 سنة في الصحراء عشان يتطهر ويتعلم يكون ابن، ويتعلم يثق في الله أبوه. بس الحاجة ليه وليك؟ 40 يوم دول جايين عشان نسمع كلمة الله ونعرف نديله ثقتنا كأبناء، زي البنت ما بتثق في أبوها وهي بتتدلع معاه، والولد. أنت وأنا نتعلم نثق في أبونا السماوي وأبو يسوع في هذه الفترة، يتبني بيننا وصلة ثقة. أقدر أعيش فيها كابن. ما هو فترة 40 يوم بعد المعمودية جاية لمزيد من الثقة والتواصل مع أبوك عشان تختبر إنك ابن وهو بيرعاك. لأن مشكلتنا بتاعت كل يوم هي أنا ابن ولا لأ، ومين أبويا؟ طب بيعتني بيا؟ طب إيه اللي بيحصل لي؟ ليه التجارب اللي عندي؟ طب ما هو بص بيعمل إيه؟ أقام فيها 40 يوما في البرية يجربه الشيطان. ليه بقى أنت بتتجرب؟ إيه هدف التجربة؟ مش كلنا مجربين؟ راجع عندك تجارب مش كده؟ في السن الكبير وفي السن الصغير وفي السن الشباب، حتى في الأطفال كلنا عندنا تجارب. طب إيه هدف التجربة؟ ليه ممكن أنا وإنت نتجرب؟ علشان كأبناء نقدر نختار الأديزيون، أديرير، إن إحنا ننتمي إلى الآب بحريتنا. ليه التجربة عندك؟ إيه تجاربك هي؟ مرقس ما بيتكلمش عن نوع التجارب هنا، بيتكلم متى ولوقا أكتر، 3 تجارب، شوفهم في وقت تاني، خلينا مع مرقس. فإيه هدف التجربة؟ مش سهلة تبقى قاعد كده وتحس في جسمك بسريان الدم وبفكرك وبالمخيلة عايز تعمل حاجة معينة وتخش في صراع، وبعدين يا تقول اه
يا تقول لا اللي بيجربك. بتقول اه بتقع والرب بيبقى شايفك وعايزك وبيمدلك ايديه. بتقول لا في التجربه، الرب بيديك هذه النعمه هذه القوه فبتختاره. علشان كده التجربه مهمه جدا في حياتي وحياتك، علشان نتعلم نكون ابناء ونثق في ابونا بحريتنا وباختيارنا وبوعينا. ما هو طبيعه الابن مش هتنمو فيها الا باختيارك وبحريتك. الله ما بيجبرش عليك تكون ابن، اداك الامكانيه، اداك النعمه في العماد، بس النعمه دي بتنمو من خلال الاختيارات اللي بتعملها. فعشان كده ده وقت مهم، الأربعين يوم. بصلي ان ربنا يبعت لنا التجارب اللي تقدر تساعدنا نختار ابونا ونثق فيه في هذه الفتره. عشان نقدر نعيد الفصح احنا محتاجين نمر بتجارب، زي الاتلات، زي الناس اللي بتعمل رياضه، لابد انهم يحصل لهم امتحان عشان يخشوا المباراه الاخيره. في الامتحان بيردوا على كل حاجه بطريقه جسمهم جاهز نتحمل ده، ويجري ويعمل ويفوق. لابد التجارب. واول تجربه ربنا حاططها جنبك في هذا الصيام هو الاخر اللي جنبك، مراتك وجوزك وعيالك وتاريخك وقصتك. اليوم اللي هتشوف فيها انه مراتك هي احسن امرأة ليك في الدنيا وهي دي اللي انت محتاجها، هتكون بتبتدي تثق في الله. مش تعدل عليه وتقول له طب ما تخليها تعمل كذا، طب ما تتغير في طباعها، طب ما تشوف بتعمل ايه. يعني مش ممكن. طول ما انت عندك عدم الرضا مع الاقرب ليك ولازم يتغير، طول ما انت مش قادر تكون ابن. عايز تكون انت اب وانت فاهم قصتك لازم تمشي ازاي، وعشان كده قصتك لازم تتغير حسب تفكيرك، فبتعمل نفسك اب. فانت كذاب وعايش في الاوهام. عشان كده جاي فترة الاربعين تعمل مني ومنك ابن من خلال التجارب، عشان اعرف اختار ابويا، اكون منتمي الى ابويا، اعرف اختار الانتماء الى ابويا. 40 يوم جربوا الشيطان وكان مع الوحوش. تعرفين الوحوش والبني ادمين بيسكنوا مع بعض؟ اسد كده في البيت يجي؟ مش ممكن، ما ينفعش يعيشوا مع بعض. الوحوش ليها اماكن تعيش فيها والبني ادمين اماكن تانيه. لكن هنا بيقول مرقس كان مع الوحوش. بيسترجع مرقس من خلال فتره الصفاء دي مع الله الاب، بيسترجع في المسيح صوره ادم الاولى اللي كان في هارموني مع كل الكائنات المخلوقه بيسميها، ومفيش حد بيتعالى، او كل واحد في مكانه، وآدم قادر يسيطر على هذا الموقف. اللي في هارموني مع ربنا قادر يعمل هارموني على جسمه، على علاقاته. ربنا بيديله الإمكانية دي إنه يتآلف مع الوحوش. وحوش كتيرة حواليك صدقني. طباع الناس عاملة زي طباع اللي فيها أسد واللي فيها تيجر واللي فيها طباع الحمار العنيد. في طباع كتيرة حوالينا. لما تكون وسط كل هذه الطباع وتتآلف وقادر تكون نفسك، يبقى ربنا مديك نعمة كبيرة جدا. مفيش طبع يقدر يغتصب فيك حاجة أو يعملك شر أو لا، كل حاجة مكانها، كل واحد بطباعه ومكانه، وقادر تعمل هارموني، وقادر تحب الكل، وقادر تتعامل مع الكل. يبقى اقروا مرة
البني آدمين والحيوانات وفرق مقارنات الطباع، هتلاقوا إن إحنا عايشين في زوج جميلة خالص، وكل واحد طبعه بيشبه لحيوان معين، لكن في نفس الوقت كله مع بعضه في هارمونية حتى مع الوحوش. مش بس كده، بيقول مرقس كانت الملائكة تخدمه زي ما حماد بطرس قامت بعد الشفاء وخدمت كل أهل البيت. الملائكة بتخدم يسوع هنا، ودي حاجة تساعدنا كلنا احنا نفهم لما بنسمع كلمة الله وبنعيش حالة هارموني مع أبونا، بنختار الانتماء إليه ويبقى فيه هارموني مع الحيوانات ومع كل الطباع اللي حوالينا، ربنا عمال يخدمنا كل حاجة في صالحنا من خلال الملائكة اللي حوالينا كمان. طب ده كله هدفه ايه؟ فترة الصيام ان يسوع يطلع وينشر البشارة. في فرق انك تتكلم على ربنا في مدرسة الاحد، في وعظة، في مش عارف اي حاجة تعملها، وانت مذاكر كويس وانت محضر كويس، وفي فرق بين انه اللي بتقوله انت بنعمة ربنا بتختبر منه بعض الشيء. عشان كده ممكن تكون مقنع فكلامك ما بيبقاش افكار نظريات، لكن واقع كلنا بنختبره، لانه البشارة مادام هي محققة فيك لما بتعلنها بتدعو الاخر انه يعيشها مش يفكر فيها. وده اللي بيحصل مع يسوع، عشان كده بيطلع وبيقول حان الوقت، اقترب ملكوت الله، توبوا وامنوا بالبشارة. كنا شرحنا الكلام ده في فترة فاتت، فعشان كده بطلب ان ربنا يدينا نعمة انه احنا نرغب معاه بنعمة الروح القدس نخش في هذه الفترة المباركة من 40 يوم، ونسيب نفسنا نعتمد ونثق في أبونا اللي بيدبر تاريخنا أحسن مننا.